بالبدايه في ناس قاعدين نشوفهم، ما راح نتكلم عن الناس اللي مليان اللي عندهم شيء مليان ومطلعهم على الساحه، لا بتكلم عن الناس اللي قدروا يسوقون انفسهم، لكن لما تيجي بتشوف ما في محتوى، ما في منتج، ما في اي شيء، فقدر انه يقتحم المجال ويسوق لنفسه. كيف قدر يسوق لنفسه هو فارغ ولا شيء؟ كثير قاعدين نشوفهم الان. لا شوف، التسويق لازم يكون فيه اهداف، لكن الهدف في من ضمن الاهداف اللي لها علاقه بالعلامه التجاريه الشخصيه اللي هي الانتشار او المعرفه بشكل كبير جدا، يعني كنوع من المشاهير اللي يرغب بزياده المتابعين عنده بشكل كبير جدا، وعندما تقوم بالاطلاع على المحتوى لا تجد المحتوى يعني ترغب بالاستفاده منه او شرائه، فهذا يكون من اسباب. والعكس طيب؟ العكس، في بعض الاشخاص يكون متميزين في محتواهم ويساهم بشكل كبير جدا على اتخاذ القرار لديك، فترغب بشراء هذا المنتج. ما جاوبت على النقطة اللي أنا أبيها بالضبط. في ناس أقصد أنهم تصدروا المشهد وسوقوا أنفسهم بشكل قوي وبشكل ذكي، ولكن لما تجي ما عنده أي منتج، ما عنده أي محتوى، ما في أي شيء. كمحتوى أساسي. أي نعم. لكن الانتشار أو أنه انتشارهم بشكل سريع جدا كان يعمل على بعض الفرص أو بعض الأحداث التي حصلت معه، فساهمت بشكل جدا لتهابة الجمهور له بشكل أكبر. صحيح. ممكن بعض الأشخاص يعني بنلاحظ أنهم أذكياء في التسويق لنفسهم لكن لمدة معينة. بعد كذا بنلاقي انه لا خلاص هذول الاشخاص اختفوا. هنا ايش السبب؟ كيف الواحد يحقق الاستدامه في انه هو يسوق لنفسه بالطريقه الصح؟ الاستمراريه في التطوير، الاستمراريه في مواكبه السوق بشكل كبير جدا، ومعرفه ماذا يحتاجه السوق هي اللي تساعد بشكل جدا على الاستمراريه. يعني لازم الواحد دائما يفضل يعمل دراسات، يبحث، يطور من نفسه. اذا كان مجال شغفك فيه الاساسي وانت ترغبين فيه ومستمتعه فيه بشكل جدا، فهذا يعني راح يكون اساسي انك تطورينه دائما. هذا اولا. ثانيا، اطلاعك على السوق ومعرفه ماذا يحتاج السوق من تحديثات جديده راح تساعدك بشكل كبير على الاستمرار بشكل اطول. جميل. استاذ محمد، يعني خلينا نتكلم انه ما مدى مثلا انتشار علامتي التجاريه الشخصيه، خلينا نقول نفسي مثلا، لو قدرت ان في ناس ما يقدر يواكب الركب العولمه اللي قاعد يصير الان وباقي على مكانه، هل المواكبه شيء اساسي وشيء ضروري للتسويق للنفس؟ على حسب الهدف، اذا كان مسار مهني نعم يفضل، لأنه عدم مواكبتك في المسار المهني تؤثر في عدم حصولك على فرص وظيفية، بقائك في المنشأة لفترة طويلة جدا، ونزول قيمتك السوقية. تجاريا احنا شفنا قصص كثير جدا من عدم قدرة الشخص على استمرار في التجارة، إغلاق المنشأة، وهذا تؤثر كذلك بعدم انتشار. أكيد الواحد عشان يقدر إنه يسوق لنفسه بطريقة ذكية لازم يعرف نقاط القوة عنده، يعرف مهاراته أيضا. فلو جينا نتكلم، ما هي الجوانب المهارية اللي بتعزز قيمة الشخص عند الناس؟ طيب، في البداية يجب أن يكون المجتمع بحاجة لك، هذا أولا. فالعلامة التجارية الخاصة بك لازم تكون مكملة لأفراد المجتمع بشكل كبير جدا، وأن تكون ذا قيمة، وأن تعاملين مع محترفية حتى تساهم بشكل جدا على رفع قيمتها. وعندما تكون ذا قيمة فإنها سوف تقوم بالاستمرار بشكل كبير جدا كعلامة تجارية يتم الطلب عليها بشكل كبير جدا. لكن دائما أنا أشدد على موضوع أنه يجب أن يكون شخص متميز بشكل كبير جدا في العلامة التي يقوم ببرازها في سوق العمل، لأنها إذا لم تكن متميزة بشكل كبير جدا فسوف تخسر قيمتها ولن تستمر بشكل طويل جدا. فالتميز مهم، والانتشار كذلك مهم جدا في عملية استمرار العلامة التجارية.